اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم مره تانية. اكيد استاد الاهلي مكمل معاك ودايما باستمرار تغطيه شامله لاخبار فريق النادي الاهلي واخباره الفنيه، اخباره طبعا واخبار لعيبته، الانتقالات الصيفيه للنادي الاهلي سواء من لاعبين بيغادروا النادي الاهلي كبار زي حسام غالي، عمرو جمال، ايضا لاعبين بيجوا النادي الاهلي ان شاء الله يبقوا يعوضوا هذا الفراغ اللي ممكن يسيبه حسام غالي او عمرو جمال زي وليد ازارو، هشام محمد، ايضا ايمن اشرف، اسلام محارب، يعني اعتقد ان هم من اللعيبه ان شاء الله هيكونوا مميزين. خلينا اكلمكم على الانتقالات دي، انتقالات دايما بتبقى صداع في راس الجهاز الفني للنادي الاهلي او اي فريق في العالم، لكن طبعا النادي الاهلي المطالب دايما بالبطولات دايما بيبص بيشوف اللعيب المناسب ليه عشان يحقق له الهدف بتاعه. النوعيه نفسها، نوعيته سواء بقى اخلاقيا زي ما بتكلم او فنيا، كل ده مهم جدا النادي الاهلي بيعمله. ازاي بقى انت كمجلس اداره وجهاز فني واداره ازاي تتعامل مع الموقف ده وفي نفس الوقت عمليه الاحلال والتجديد موجوده وما تتاثرش بيها بنتائج او تتاثر بيها ان انت تفقد بطولات؟ دي امور صعبه جدا، وامور ان انت مثلا تسمح لحسام غالي ان هو بمكانته الكبيره داخل الجدران النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي وامكانياته الفنيه العاليه وكقائد كمان للفريق بتسيبه ان هو يحترف بره عشان انت ابتديت تبتدي تشتغل على حته البديل، سواء بقى عمرو السوليه بتالقه الفتره اللي فاتت، وجود حسام عاشور، ايضا هشام محمد وامكانياته الكبيره اللي احنا شفناها من خلال وجوده في مصر مقصه، ايمن اشرف ايضا من اللاعبين المميزين اللي تقدر يشتغل ناحيه الشمال وفي قلب الدفاع برضه ناحيه الشمال، كل ده مهم جدا انت ازاي بتبتدي تعمل وبتحسبها بشكل كبير من خلال كمجلس اداره او جهاز فني وابتدي تتعامل معاه من خلال بدايه الموسم. ايضا عمرو جمال يعني اللاعب المميز والفرد المميز للنادي الاهلي، هو ابن من ابناء النادي الاهلي، خلاص يعني هو موجود في بيدفست يعني بشكل رسمي خلاص، وده حاجه مميزه انت دلوقتي بتعوضه بوليد ازارو وتالق اغاي او اجاي اللاعب المميز او المحترف المميز في فريق النادي الاهلي، فبالتالي انت بتعمل عمليه الاحلال والتجديد مع الفريق بشكل جيد جدا. انا بشكر طبعا، دي حاجه مهمه جدا لازم الاداره الفنيه اللي او اداره النادي الاهلي، اعتقد اداره تبقى صعبه انك تتعامل بصعوبه جدا لانك مطالب ببطوله، مطالب ارضاء الجماهير سواء بقى في حالات فوز ببطولات، في حالات فوز في الملعب مع فرق، فبالتالي انت ازاي تعمل الحته دي؟ دي بتبقى امور صعبه جدا محتاجه طبعا تركيز عالي جدا، فاكيد اداره النادي الاهلي وايضا الاداره الفنيه في داخل النادي الاهلي بقياده الكابتن حسام البدري بيتعاملوا معاها بشكل مميز جدا. عشان كده بقول لكم حسام غالي قبل ما يمكن دي من اخبارنا واخبار استاد الاهلي، طبعا خلاص هو انتقل لنادي النصر السعودي، يمكن هو كان موجود قبل كده في هذا النادي، قعد النهارده مع كابتن حسام البدري وكابتن سيد حفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، واتكلموا طبعا عن حسام الفتره اللي جايه مع حسام البدري او حسام غالي في الفتره اللي جايه ايه اللي ممكن يعمله. دي حاجه مميزه جدا، واحنا طبعا بنشيد بحسام غالي في الفتره اللي فاتت قد ايه كان هو قائد للفريق، قد ايه هو كان مميز في قيادته للفريق داخل الملعب وخارج الملعب، وعشان كده اختاروا الجمهور وجمهور النادي الاهلي اختاروا كاحسن لاعب في شهر يوليو، ويمكن حسام غالي بيشكر جمهور النادي الاهلي على هذا اللقب من خلال طبعا اختياره كاحسن لاعب في شهر يوليو لمواقع التواصل الاجتماعي، فبالتالي
حسام غالي ربنا يوفقه ان شاء الله في نادي النصر. ايضا عمرو جمال بيمدد عقده مع الاهلي قبل الانضمام لبيدافيست الجنوب افريقي. عمرو جمال تعاقد مع النادي الاهلي لموسم 2021، ده مدد عقده طبعا مع الفريق، وده كان قبل ما ينتقل طبعا لفريق بيدافيست على سبيل الاعاره. ايضا سعد سمير بيبدا المرحله الاخيره من التاهيل. طبعا سعد سمير من اللاعبين المميزين والمهمين جدا في النادي الاهلي، ان هو تالق في الفتره الاخيره لولا الاصابه طبعا احنا كنا محتاجينه. احنا شايفين ان احنا عندنا الى حد ما مشكله في قلب الدفاع، ولكن هتتحل بعودته بتالق رامي ربيعه، بتالق محمد نجيب. ان شاء الله كابتن حسام البدري هيشوف حلول في الفتره اللي جايه من خلال طبعا احمد فتحي، محمد هاني. كابتن حسام البدري كان بيتكلم على الجزئيه دي في حاله طبعا اي مشكله ممكن تحدث في قلب الدفاع مره اخرى نتيجه اصابه او وقف، لان احنا عندنا مباراه مهمه بعد مباراه المصري ان شاء الله، مباراه الترجي التونسي في افريقيا. لكن طبعا ان شاء الله احنا تركيزنا الحالي هو مباراه كاس مصر، في المباراه النهائيه في كاس مصر ان شاء الله اللي بقى لها 10 سنين ما دخلتش جدران النادي الاهلي. يا رب كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. كلام كتير بقى يعني حتى على السوبر الاسباني، لو احنا بنتكلم على السوبر الاسباني ده طبعا احنا منتظرين ايضا هذه المباراه غدا ان شاء الله ما بين برشلونه وريال مدريد. وقد ايه انت كلنا سعداء، النادي الاهلي الجماهير مصر سعيده جدا انها ممكن تشوف هذه المباراه، خصوصا بقى يعني الناس الغلابه اللي ما مش مشتركه في اي قنوات ممكن تكون بتشفر هذه المباريات من خلال طبعا برزنتيشن. يعني لازم طبعا كل الشكر للشركه دي اللي بتحاول في الفتره الاخيره انها توفر سبل المشاهده او المشاهده الطيبه من خلال فرق كبيرة انت ممكن الجماهير دي ما بتشوفهاش الا لازم تشترك وتدفع فلوس، انك تشوفها بالشكل المجاني دي حاجة مميزة جدا وخطوة جديدة ضد التشفير اللي ممكن الى حد ما في ناس كتير ما تقدرش تشترك بشكل معين. فطبعا دي حاجة مميزة جدا هنشوفها بكرة من خلال بكره الحد ان شاء الله من خلال طبعا قناه اون سبورت، وايضا يوم الاربعاء هيكون في برضو المباراه الثانيه اللي هتكون ايضا في ملعب ريال مدريد. اكيد كلام كتير مع يعني نقادنا الرياضيين عن الكلاسيكو وعن النادي الاهلي ونهائي كاس مصر، وايضا الجمعيه العموميه القادمه ان شاء الله يوم 25 و26 مع استاذ خالد العاشر الناقد الرياضي، وايضا استاذ حسن خلف الله الناقد الرياضي. ايضا كلامنا كتير في هذه المواضيع. فاصل واستقبل ضيوفي ونرجع نكمل كلامنا.